السلام عليكم. اليوم لقائنا حنناقش ونسلط الضوء على قضية بتعاني منها المجتمعات العربية ونناقشها من منظور مختلف بيهم الشباب. الحقيقة سألت حالي كتير إنه ليش المجتمعات العربية مسيطرة عليها عقدة النقص؟ عندنا قناعة غريبة بإنه مهما الواحد فينا تقدم في العلم والإبداع مش حيوصل للغرب، لدرجة إنه صرنا ما بدنا نحاول، مع إنه يا جماعة هدول الغرب هم نفسهم اللي ما قدرتش عقدة النقص تسيطر عليهم لما كانت الحضارة العربية هي أم الحضارات. كان في بقاع كبيرة من أمريكا غير مكتشفة أصلاً، وكانت مجتمعاتهم بسودها الجهل والتخلف. مش هحكي لكم إنه هم أخذوا الأخلاق الإسلامية وإحنا تركناها، ولا هحكي لكم إنه هم عقولهم أفضل من عقولنا، لكن الأكيد إنه محترموا شغلتين مهمين، الوقت والإنسان. أبداً ما سخفوا جهد إنسان ولا أحبطوا أي واحد حاول يعمل إشي. احترموا العقول واستثمروها وطبقوا عبارة الوقت كالسيف بحذافيرها. ورغم نقص الموارد البشرية والطبيعية عندهم، إلا إنهم قدروا يتغلبوا على كل المعوقات اللي بتواجههم. في حين إنه المجتمعات العربية ظلت مقنعة نفسها إنها مجتمعات فاشلة ومش هتقدر في يوم إنها توصل لأي إشي من اللي وصله الغرب، مع العلم إنه الأرقام بتقول غير هيك تماماً. تعالوا معنا نستعرض بعض الأرقام والحقائق. فمثلاً حسب تقرير نشرته منظمة العمل العربية، يقدر عدد الأطباء العرب في ألمانيا ب 2000 طبيب. كمان عدد الأطباء العرب في بريطانيا 4600 طبيب، ما نسبته 34% من الجهاز الطبي البريطاني. كمان ربع أطباء الأسنان في دولة هولندا من العرب. هذا الحضور العربي توج الأطباء العرب بإنشاء اتحاد الأطباء العرب في أوروبا اللي بيضم 3000 طبيب عربي ومعترف فيه من الأمم المتحدة. مش بس هيك، كمان سجل العلماء بيدخر بالعلماء العرب. سجل عندك أحمد زويل عالم عربي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، والطبيب نزار الصلاحات حائز على جائزة أفضل ممارسة طبية على مستوى العالم للعام 2016 المنظمة من نقابة الأطباء الأوروبية، والطبيب الفلسطيني أحمد الطيبي اللي اكتشف 35 متلازمة جينية وسميت هاي المتلازمات باسمه، والعالم العربي لطفي عياد مصمم منصة الإطلاق اللي انطلقت برحلة لبلوتو. بكفي هيك؟ لا ما بكفي. عندك العالم اللبناني مصطفى شاهين بيعمل رئيس قسم علوم الأرض والفضاء في وكالة ناسا، بالإضافة لكتير من علماء العرب اللي بيشغلوا مناصب متقدمة في مجالات دقيقة زي العالم الفلسطيني منير نايفر، واللي بيشغل منصب بروفيسور الفيزياء في جامعة ألينوي. حقائق كتيرة بتأكد أنه إحنا قادرين على صنع الفارق. فمثلاً حقيقة زي أنه نسبة الأمية في العديد من الدول العربية تصل لأدنى درجاتها على مستوى العالم. يعني مثلاً في قطر نسبة الأمية 2%، فلسطين 3%، الكويت والسعودية والأردن والإمارات ولبنان وليبيا تتراوح نسبهم بين 4-9%، مع العلم بأنه دولة قطر تحتل المرتبة السادسة عالمياً في جودة التعليم، ودولة الإمارات بتحتل المركز التاسع في ذات الهجين. ويا ريت ثرواتنا وقفت لحد الثروات البشرية. شو رأيك لما تعرف إنه الدول العربية بتستحوذ على 55% من احتياط النفط العالمي، وإنه من بين العشر دول صاحبة أكبر احتياط نفط في العالم في 5 دول عربية. الدول العربية بتمتلك ما نسبة 27.5% من احتياط الغاز الطبيعي على مستوى العالم، مع العلم بإنه الدول العربية في الخليج وشمال أفريقيا من أهم دول العالم إنتاجاً للحديد والصلب. هل تعلم؟ ولا شكلك لا تعلم؟ إنه ثلث أثار العالم موجود في مدينة عربية واحدة وهي مدينة الأقصر في مصر، وإنه مصر هي الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجرية. لو حطيت كل هذه الحقائق وعرفت إن الدول العربية تمتلك ثروة حيوانية تقدر 345 مليون راس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بيطلع معك إن الدول العربية دول متكاملة الموارد. بعتقد كل هذه الثروات مش محتاجة إلا لكادر بشري اللي هم الأيدي العاملة، اللي هم إحنا شباب الوطن العربي، مع العلم بأن نسبة الشباب في الوطن العربي تصل إلى أعلى درجاتها على مستوى العالم. يعني لما تسمع أنه 60% من سكان الوطن العربي هم ما دون سن 30، تقدر تعرف نسبة الأيدي العاملة المتوفرة عندك بالمقارنة مع دول أوروبا اللي بتوصل نسبة الشباب فيها ما بين عمر 18-55 ل30% من سكانها فقط. السؤال اللي بيطرح حاله وبقوة أنه شو اللي مش مخلينا من الدول العظمى رغم كل هالأرقام المرعبة؟ أنا بقولك ليش؟ لأنه تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية في العام الواحد، ولأنه 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم، ولأنه 120 مليار دولار قيمة الإنفاق العسكري في الدول العربية. كمان حالة التقسيم المقصودة اللي رسختها اتفاقية سايكس بيكو في حين هم أصبح اسمهم دول الاتحاد الأوروبي وأصبح لهم عملة واحدة واقتصاد واحد. خلينا نكون مقتنعين أنه تخلفنا من صنع إيدينا. إحنا ما بننكر كل العوامل التانية اللي خلت من المجتمعات العربية توصل لهاي المرحلة، بس إحنا عنا القدرة اللي تخلينا نرتقي بدولنا ومجتمعاتنا
لو قدرنا نشرد من فكرة مسيطرة على عقولنا إنه إحنا العرب عمرنا ما حنتقدم. دول كتير كان مستواها الثقافي والفكري أقل منا بسنوات ضوئية، وكانت تتمنى إنها توصل للحضارة العربية في 1950، وهي الآن في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة. قولكم ليش؟ لسبب واحد، إرادة الحضارة. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.